طبعا لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح عنا بها ما أشكل، حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. إذا قال المصنف هات النظم. أنواع العلم الحادث: العلم إن حكم فتصديق، وما على تصور فكان لازما، لكن ما حصوله بالنظر ليس ضروريا ولكن نظري. قال: أنواع العلم الحادث: العلم إن حكم فتصديق، وما على تصور لآخره. قيد العلم بالحدوث لأن العلم القديم لا يوصف بكونه ضروريا ولا نظريا، فالمتكلم فيه العلم الحادث، وهو هنا إدراك صورة تصور في الذهن تحقيقا أو تقديرا. تمام. إذا قال المصنف رحمه الله تعالى الآن دخل إلى باب أو فصل أو سمي، هو لم يذكر هذا، ولكن دخل أول شيء إلى أنواع العلم الحادث. فقال رحمه الله تعالى: بص، هذه المسألة أو هذا الفصل يؤتى به لأننا سنتكلم عن ماذا؟ سنتكلم عن العلم. نحن طرحنا في اليوم الأول الاختلاف، هل المنطق هو علم أو آلة لكل العلوم؟ فإذا قلنا آلة لكل العلوم بمعنى آلة للعلم، آلة للعلم، فمنطقيا نتساءل ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ قال: أنواع العلم الحادث. ثم إذا قلنا ما هو العلم، هل علم المنطق يشمل جميع الأنواع، يدخل في كل أنواعه؟ نعم، بيدخل بيتين ذلك نوعين فيه. فقال: أنواع العلم الحادث، وزيادة الحادث فقط للتأكيد، وإلا فقوله أنواع تكفي في أن المراد بالعلم هو العلم الحادث وليس العلم القديم، فخرج بقوله الحادث علم الله سبحانه وتعالى. فلا نصف علم الله سبحانه وتعالى بأنه علم تصوري ولا تصديقي ولا أنه حصولي ولا غير ذلك من الأنواع. لا نصف علم الله سبحانه وتعالى بأي وصف إلا أنه العلم. ها؟ وما هو العلم عند المناطق؟ هو قال إدراك متصور. ها؟ إدراك متصور. وين الصفحة؟ كم عندك؟ 38. طيب، قال ها إدراك صورة متصور في الذهن تحقيقا أو تقديرا. فإدراك مطلق العلم هو الإدراك، أو العلم هو مطلق الإدراك. صورة إدراك ماذا؟ صورة متصور، والصورة وحصول الصورة في الذهن. فإذا قيل لك زيد، مباشرة في ذهنك تحصل صورة إنسان، هو فلان ابن فلان. قيل لك باب، مباشرة في ذهنك تأتي صورة. ما هي هذه الصورة؟ هذا المستطيل الخشبي. قيل لك كتاب، مباشرة يأتي في ذهنك صورة أوراق مجمعة وممسوكة. قيل لك جاء زيد، فمباشرة تحصل في ذهنك ماذا؟ حركة. شخص أثبت له، هو زيد، أثبت له حركة المجيء. فقال حصول ماذا؟ هو إدراك صورة متصور في الذهن تحقيقا أو تقديرا، يقدر الذهن ماذا؟ ذلك. طيب لماذا لم يقل إدراك صورة الشيء؟ قال لماذا لم أقل ذلك؟ لأن الشيء يطلق على الموجود ويطلق على المعلوم. عند أهل السنة والجماعة الشيء تطلق على الموجود فقط، أما المعدوم لا نسميه شيء. شفتوا العقيدة كيف؟ في العقيدة في المنطق، ها؟ ماذا؟ لا يسمى شيء لأنه معدوم. ها؟ نعم، المعتزلة يرون أن المعدوم شيء. شريك الباري شيء. نعم، لذلك شريك الباري شيء. ولاحظ هنا فقط، نرجع، حببت أن نرجع إلى نقطة
لما قال قلنا أن المنطق شو قال صاحب السنة؟ ممارس السنة والكتاب، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فشوف كيف مداخل الخلل في العقيدة. قد تجد تفتح كتاب فلسفي في المنطق يوجد فيه ماذا؟ العلم وصورة الشيء أو إدراك صورة الشيء، فأنت تسلم ولا تعرف ماذا. تمام؟ شوف كيف دخول الأمور دقيقة. ها لكن نحن لا تنفك علومنا عن معتقداتنا، لا تنفك علومنا عن معتقداتنا، وإلا نعتقد أشياء لا تصح شرعا، فندخل في ذلك في أمر آخر. نعم، نأخذ فيه مش ما يناسبنا، ما يصح على عقيدتنا، ما يوافق صحة معتقدنا، مش ما يناسبنا. نعم، ما يناسب عقيدتنا، لأنه يناسبنا يعني يوافق هوانا. فقال وإنما لم أقل صورة إدراك صورة الشيء، لأننا إن خصصنا الشيء بالموجود على مذهب أهل السنة والجماعة كان الحد غير جامع، وإن عممنا وافقنا المعتزلة في أن المعدوم شيء. طيب، من بعدين قال وإنما لم أقل إدراك صورة الشيء لأن إن خصصنا الشيء بالموجود كمذهب أهل السنة كان الحد غير جامع، وإن عممنا كان مخالفا لمذهب أهل الحق. وقوله إن حكما فتصديق من باب إن خيرا فخير، تجوز فيه الأوجه الأربعة. وتقدير البيت العلم إما أن يكون حكما أو لا، فإن كان حكما سمي تصديقا، وإن لم يكن حكما سمي تصورا. تمام، إذن فالعلم، إذن عرفنا أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا هو. فعلمنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، تصور أو أنواعه تصور وتصديق، تصور وتصديق. طيب ما هو التصديق؟ هات محمد. والحكم هنا إدراك كون النسبة واقعة أو ليست بواقعة. ها، إذن قال الحكم أو التصديق هو إدراك أن النسبة بين الشيئين، بين الشيئين واقعة أو ليست بواقعة. مثلا قال جاء زيد، فعندك جاء كلمة مفرد وزيد مفرد، حصول نسبة بين زيد وبين المجيء هي ماذا؟ الإثبات، أثبتت أن زيد جاء. إذا قلت زيد لم يأتي فأنت ماذا النسبة هنا؟ هي النفي، النسبة هي النفي. تمام؟ طيب، إذا كان وقع ذلك أو لم يقع، ننظر هل وقع مجيء زيد أو لم يقع. فإذا قلنا وقع فذلك هو الحكم، حكمت بأن زيد قد جاء أو أن زيد لم يأتي. تم، فما هي النسبة؟ والنسبة هي الهيئة الكائنة في الذهن من تلبس أمر بكذا أو بغير كذا تحقيقا أو تقديرا، كالهيئة الكائنة في الذهن عن قول القائل كيف يكون زيد عالما. فإدراك صورة زيد من حيث هي تصور، وإدراك صورة عالم من حيث هي تصور آخر. وإدراك صورة تلبس زيد بعالم تصور ثالث. فإذا قيل لك هل هو كذا أم لا أدركت إدراكا رابعا وهو الحكم، وهذا هو المسمى بالتصديق. إذن عندك الآن بالمثال هذا اتضح جميع المقال. قال إذا قلنا كيف يكون زيد عالم، فأول شيء، أول ما يحصل عندك طرفان، كيف يكون زيد عالم، فتحصل تصور زيد هو شخص فلاني، وعالم وهو شخص وهو شيء آخر. ثم تلبس هل زيد عالم إثبات أم نفي، هذا هو التلبس، إثبات أو نفي. طيب، تطرح على نفسك سؤال، هل هو كذلك؟ قلت زيد عالم. في سؤال آخر، هل هو كذلك؟ إذا قلت نعم فذلك هو الحكم، فقد حكمت. يعني يصير ماذا؟ نعم زيد عالم، نعم زيد عالم. إذا قلت لا فذلك هو الحكم، زيد ليس بعالم. حتى لما أخذنا قبل أي المدة أخذنا ماذا؟
مقدمات، قلنا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو نفيه عنه. تم هات. وقوله وكان لازمة، أي فكان التصور لازمة، فالتصور لازم للتصديق، فلا يوجد تصديق إلا مع تصور، وقد يوجد التصور بدون التصديق. وقد اخترت هذه العبارة عن قولي أولا لحكم اللازمة، فكل ما نسخة خالفت هذه فلتصلح عليها. تمام. إذا قال وكان فكان لازما، أي أن التصور لازم لماذا؟ للتصديق. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قيل لك زيد عالم، أنت تبحث عن الحكم، يستلزم ذلك منك أن تتصور معنى زيد، وأن تتصور معنى عالم، ثم أن تتصور النسبة بينهما، بعد ذلك تسأل هل هي واقعة أو ليست بواقعة. إذن فأنت دخلت في التصور بدون إرادتك، تريد حكم زيد عالم، صح أم لا؟ هذا الذي تريد. يؤدي بك هذا الكلام لحتى تخرج بالحكم، بالحكم تخرج بالحكم، يؤدي بك إلى تصور معنى زيد، وتصور معنى عالم، وتصور العلاقة. فالتصور لازم للتصديق، يعني يتوقف عليه على وجه اللزوم. نعم يا سيدي محمد. قال قبل ذلك في مسودة. أيوة. لحكم اللازمة بدل فكان لازمة. أيوة نعم. وقد اخترت هذه العبارة عن قولي أولا، يعني كان في مسودة. كان في مسودة قبل ذلك. نعم. قال فيها لحكم اللازمة. لحكم اللازمة هي مش فكان لازمة. ثم أبدلها. أبدلها. قوله لكنما حصوله بالنظر البيت، أيوة، كل من التصور والتصديق في اسمان ضروري ونظري، لأن حصول المتصور في الذهن إما أن يتوقف على نظر أو لا، فإن توقف عليه سمي نظريا ومطلوبا وقد فهم من منطوق البيت، وإن لم يتوقف عليه سمي ضروريا وقد فهم من مفهوم البيت. تمام. فالعلم باعتبار متعلقه قسمان، تصور وتصديق، وبحسب طريقه قسمان. إذن فالعلم ينقسم باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار متعلقه، يتعلق بلفظة أم يتعلق بلفظتين؟ إذا بلفظة واحدة بشيء واحد فذلك تصور، إذا يتعلق بشيئين النسبة بينهما فذلك تصديق. طيب، ومن حيث طريقه، من حيث طريق، كيف حصل عندك هذا العلم؟ هل حصل عندك بعد تفكر وتدبر فيه، أم حصل عندك بالبداهة بسرعة؟ فإذا حصل بعد التدبر والتفكر نسميه نظري، وإذا حصل مباشرة دون ذلك سميناه ضروري. فالأقسام الآن باعتبار هذه اثنين وباعتبار هذه اثنين، يبقى ماذا؟ فإذا عندنا ماذا؟ عندنا اثنين واثنين، إذا جمعنا فيخرج عندنا أربعة أقسام: تصور نظري، وتصور ضروري، وتصديق نظري، وتصديق ضروري. هات محمد. بحسب متعلقه وطريقه أربعة أقسام: تصور ضروري، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري. التصور من حيث هو إدراك مفرد، والتصديق هو الحكم. تمام. والضروري من حيث هو إدراك لا يتقدمه نظر يتوقف هو بنفسه عليه. تمام. والنظري. فالتصور إذن هو وماذا؟ إدراك مفرد، والتصديق هو الحكم. تمام. طيب، والضروري من حيث هو قال إدراك لا يتقدمه، لا يتوقف على نظر. تمام. طيب، والنظري إدراك يتقدمه النظر يتوقف هو بنفسه عليه. ها. والتصور الضروري إدراك مفرد لا يتقدمه إدراك يتوقف عليه، كإدراك حقيقة الوجود. فإدراك حقيقة الوجود، لما تسمع كلمة الوجود هكذا، تسمع كلمة الوجود ما تحتاج أن تسأل عنها ما هو الوجود. لا مثال آخر علم لمن قال أنه ضروري، حقيقة العلم في تعريفه ضروري. إذا قالك واحد العلم، عرف العلم، تبقى تفكر أنت. كل الناس تعرف العلم، كل الناس تعرف العلم، حتى قال ابن عبد السلام البيع، قال تصوره ضروري. البيع، ابن عبد السلام من المالكية شارح ابن حاجب، قيل له البيع، قال البيع ضروري. ما يحتاج تعريف، كيف نعرف البيع؟ كل الناس تعرف البيع.
في واحد ما يعرفش البيع، حتى العامة في الناس تعرف البيع. فقال تصوره ضروري. طيب لا يتوقف على نظر أو كذا، الناس كل تعرفوه ها. والتصور النظري إدراك مفرد يتقدمه إدراك يتوقف عليه كإدراك حقيقة الإنسان. طيب إذا قال لك واحد ما هو الإنسان، فتقول الإنسان الإنسان الإنسان، تفكر يعني الإنسان هو شيء، يقول لك حتى الجدار شيء، تقول له موجود، يقول لك حتى الجدار موجود. طيب تقول له هو حيوان من جنس الحيوانات، هيقول يعني هو مثله مثل ماذا؟ مثله مثل الخروف. فتقول لا، الفرق بينهما ماذا؟ أنه هذا ناطق أي مدرك. آه خلاص إذن فعرفناه. تم. لا عرف عند الناس بماذا؟ بالوجود الخارجي لا بالذهني. كلام. آه؟ البيع. البيع لا، البيع البيع ليس حقيقة ملموسة. الإنسان تلمسه وتشوفه هكذا ترى، لكن البيع لكن البيع من خلال التعامل. تمام. فهو ماذا؟ فوجود حقيقته ماذا؟ معنوي. الذي ترى أثارها، أثار البيع تراها، لا ترى البيع هكذا. لكن الإنسان ترى، أنا أراك، لك وجود حقيقي خارجي، لكن البيع له أثار خارجية. ها ولا لا محمد؟ لا نتكلم عن حقيقة، نتكلم عن أفراد. يعني الإنسان حيوان ناطق، نتكلم عن حيوانية وناطقية، نتكلم عن زياد وعمر ومحمد، نتكلم عن إدراك حيوانية وناطقية، وهكذا في البيع وفي العلم. نتكلم عن المعنى الكلي مفهوم ممكن يكون. ولهذا قال هذا كلام على كل حال اللي قاله ابن عرفة، قال نحن نريد حقيقة شيء. وحتى من رد على قال العلم ليس ضروري، قال هذا، قال نحن نريد حقيقة العلم، ولكنما فيه نوع من فروق شوية تكمن. لكن ابن عبد السلام يقينا هو كان ماذا؟ كان يريد معرفته. حتى من قال ابن عرفة نفسه قال إنما أراد شيخنا بذلك أراد معرفة صوره عند الناس، ولم يرد حقيقته، لم يرد ماهيته. حتى ابن عرفة نفسه قال هذا وهو تلميذ. تم. وإذا الإنسان يعرف من خلال الناس أثار، هي أثار الحقيقة، الوجود الخارجي، ونحن نريد الوجود الذهني. تقصد البيع عرف من خلال الوجود الخارجي؟ لا، الإنسان أيضا عرف معناه ضرورة أيضا، ولكن بعد معرفة الوجود الخارجي لأفراد الإنسان. ما صدق، عرف ما صدق، بعدين انتقلنا مفهوم. طيب ممتاز. والتصديق الضروري حكم لا يتقدمه حكم يتوقف عليه كحكمك بأنك موجود. آه تصديق يعني حكم لا تفكر ولا تنظر، هل أنت موجود؟ أكيد. قال تعالى مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه الحق. هذا حكم ضروري. لا أدري يعني. آه؟ لا أدري يعني. فالحكم التصديقي، فالتصديق الضروري ورد في القرآن الكريم في هذه الآية مثل ما أنكم تنطقون، يعني هو ده حجة في حد ذاته. نعم. وجود. تمام. من النظر وإلا لما احتجنا إلى إثباته. طيب هات يا محمد. والتصديق. والتصديق النظري حكم يتقدمه حكم يتوقف عليه كحكمك بأنك مبعوث. ها إذا قالك واحد إن أنت مبعوث، هل أنت مبعوث يوم القيامة؟ تقول نعم. طيب ما هو الدليل؟ فتلقى نفسك تحتاج إلى إثبات هذه الحقيقة. تمام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قلت يا محمود؟ أيوة.